يبقى زي ما قلنا نظام الحكم كان حكم البطالمة في مصر هو الحكم المطلق. يعني إيه؟ يعني كانوا بيعتبروا إن الملك البطلمي أو الملك اللي بيحكمهم هو صاحب مصر وسيد رعيتها، كان بيعتبر نفسه صاحب مصر وسيد رعيته وهو المسؤول عن الحكم بشكل مطلق، يعني ما حدش يتدخل أبدا في الحكم. يبقى كانوا بيقوموا بالحكم المطلق، نظام الحكم كان على نظام الحكم الإيه المطلق، وكان الملك البطلمي بيعتبر نفسه سيد صاحب مصر وسيد رعيته، وبيجب عليهم الطاعة، واجب عليهم الطاعة. البطالمة بقى اعتمدوا على الإغريق في إن هم يتولوا المناصب المهمة في البلاد، واعتبروا نفسهم ملوك وفراعنة وآلهة، يعني ما كانوش بيعتمدوا على المصريين يمس، لأ الاعتماد الكلي كان على الإغريق في تولي المناصب. يبقى كانوا بيعتمدوا اعتماد كلي على الإغريق. نظام الإدارة، استخدموا اللغة اليونانية كلغة رسمية، يبقى اللغة الرسمية للبطالمة مين؟ اليونانية. قسموا مصر ل42 إقليم، فاكرين زي اللي كانوا موجودين عند القدماء المصريين، كل إقليم تحتيه مراكز وكل مراكز تحتيها قرى بتسمى كوم، زي كوم الشقافة اللي في الأسكندرية. يبقى 42 إقليم، إقليم جواها مراكز، المراكز جواها قرى، في قرى كانت بتسمى بالكوم زي كوم الشقافة بالأسكندرية. طيب الحياة الاجتماعية، البطالمة بقى كانوا حريصين جدا ان هم يظهروا قدام المصريين بمظهر الحكام الوطنيين، بالرغم ان هم من كده عملوا، يعني بالرغم من ان حاولوا ان يظهروا بالشكل ده ان هم عملوا حاجات مختلفة. اول حاجة حاولوا ان هم يحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم الاغريقية، يعني كانوا متمسكين بالعادات والتقاليد الاغريقية، شجعوا هجرة الاغريق لمصر، كانوا بيشجعوا الاغريق على ان هم يهاجروا ويعيشوا في مصر. أقاموا عدد من المدن حملت أسامي إغريقية زي مدينة نقراطيس، دي في محافظة البحيرة حاليا. يبقى كانوا بيحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم الإغريقية، شجعوا الإغريق إن هم يهاجروا لمصر، أقاموا مدن حملت أسامي إغريقية زي نقراطيس في البحيرة، عملوا